السلام عليكم جميعا. هنتكلم عن الكمبريسورز عموما، نركز على ريسبريكيتي كومبريسور، مثلا الاجزاء الميكانيكيه ومن البايب لاين، وازاي بنتحكم في الكباستي، الستارت اب والترابل شوتينج. الكورس كونتنت عباره عن تو شابترز، الاول انترودكشن والتاني عن الريسبريكيتي كومبريسورز. نتكلم اول حاجه عن الديفينيشن. الكمبريسور هو ميكانيكال ديفايس يستخدم في انكريز الجاز بريشر، اما بريدوسينج فوليوم او ادين كاينتيك انرجي. الابلكيشن للكمبريسور، اول حاجه الفيلد جاس كومبريسور، ان ضغط الدهيدريشن وسويتنج يونت بيبقى عالي، مثلا تقريبا 40 بار، فبنرفع ضغط الغاز لضغط السحب اليونت دي. البايب لاين كومبريسور، ان الكمبريسور بيستخدم في ترانسفير الجاز من الويل هيد للجاز بلانت. كمان بعد البروسيسنج والان جي ريكفري بندفع السيلز جاز في الشبكه القوميه للغاز كاكسبورتنج. بنحافظ على ضغط الريزرفوار بحقن الغاز في الجاز انجكشن ويلز، وبالتالي بنحافظ على استمرارية انتاج الاويل. الجاز ليفت ده من الهانسيد اويل ريكفري اللي بيستخدم في المنظومة دي الكمبريسور. كمان بيستخدم الكمبريسور في دوائر التعبيه زي البروبين ريفريشن سايكل اللي بيستخدم في الان جي ريكفري والال ان جي. بيستخدم الكمبريسور في منظومة اليوتيليتي لتوفير انسترومنت اير وسيرفيس اير. ستاندرز اند كودز، ان الاي بي اي 617 ده خاص بالسنتريفوجال كومبريسور، الاي بي اي 618 خاص بالريسبريكيت كومبريسور، الاي بي اي 619 ده خاص بالروتر كومبريسور، الاي بي اي 681 ده خاص بالليكويد رينج فاكيوم بامبس اند كومبريسورز. كومبريسور كلاسيفيكيشن، ان الكومبريسور متقسم للديناميك وبوزيتيف ديسبيسمنت، الديناميك سنتريفوجال اكسل فلو، والبوزيتيف ديسبيسمنت روتري اور ريسبريكيتنج. الروتري بيبقى سنجل روتور، يا اما سلايدنج فين ليكويد رينج، او تو روتور اللي هو رودز او سكرو. نتكلم على الكمبريسور سيلكشن، وان في اعتبارات اوليه عند اختيار الكمبريسور، وهي اول حاجه النمبر اوف ستيجز تحسب من علاقه ار هي الكمبريشن ريشو بير ستيج، هتساوي الريشو بين الديسشارج سكشن بريشر ابسوليوت على كل اس واحد على ان. وان ار دي بتبقى بين اللي كومبريشن ريشيو بير ستيج، بتبقى من 1.2 ل 5، عشان طبعا لو تم ضغط الغاز على وان ستيج هنحتاج السلندر كبيره جدا، كمان ان الحراره الناتجه هتكون كبيره. وفي ليميتيشن الباكينج لايف عند 250 ل 275 ديجري فهرنهايت، والاويل ديجريديشن عند 300 ديجري فهرنهايت. كمان ان الانتر كولينج بيعمل سيفنج للباور، زي ما الكيرف ده بيوضح، ان لو تم الكومبريشن على وان ستيج بيبقى بالشكل ده، لو تم على تو ستيج الفيرست ستيج، بعد كده انتر كولينج من ال دي، بعد كده السكند ستيج، والداش اريا اي بي سي دي دي الباور سيفد باي تو ستيج. تاني حاجه هنحسبها البري كورس باور من الاكوردنج تو جي بي اس اي والجاز بروسيسورز اند سبلايرز اسوسيشن. بري كورس باور بنقدر نحسبها من الكيرف ده عن طريق الاوفرول كومبريشن ريشيو، واللي هو الكي اللي هو الريشو بين السبيسيفيك هيت. نحسب البريكورس باور بعد كده في كورليشن للكيرف ده. نختار نوع الكمبريسور من الكيرف ده، اللي هو علاقه بين قله فلو بالاكتوال كيوبيك فيت بير مينيت والشارج بريشر بالبي اس اي جي. النقطه هتمثل اكتر من نوع من الكمبريسور، هنختار بعد كده نوع الكمبريسور على اعتبارات تانيه زي الكابيتال كوست واللوكيشن والجاز بروبرتس و التيرن داون. هنيجي نقارن بعد كده عن انواع مختلفه للكمبريسورز، اللي هو الموست كومن البوزيتيف ديسبيسمنت سنتريفيوجال اكسل فلو، وازاي الشارج بريشر بيقل كل ما تجي ناحيه الاكسل فلو، الفلو ريت بيزيد ناحيه الاكسل فلو، والمينتيننس كوست بتقل ناحيه الاكسل فلو. لكن الافشنسي البوزيتيف ديسبيسمنت بتبقى بيتر ات هاي ريشيو، السنتريفيوجال بتبقى بيتر ات لو ريشيو، والاكسل فلو بتبقى هاي. الحاجه السيفتي ريليف فالف، ان الريسبريكيتنج كومبريسور بيحتاج لسيفتي ريليف فالف، عشان لو حصل بلوكج في الشارج لاين ومفيش اي بروتكشن لاير اشتغلت، يحصل كراك في البايب لاين او البيستون. لكن في السنتريفيوجال والاكسل بتزيد درجه حراره الغاز اللي ترابت في الفوليت كيسنج. بلسيشن، الار سي بيحتاج البلسيشن دامنر عشان الالمينيت البريشر ويفز الناتجه عن الحركه الترددية للكمبريسور. سيرجنج مش موجود في الريسبريكيتور كومبريسور، بس موجود في السنتريفيوجال اكسل.
بعد كده نتكلم عن مميزات وعيوب السنتريفيوجال اكسل بوست ديسبيسمنت. مميزات السنتريفيوجال ان هو less difficult relocation, low maintenance, less space requirements. لكن عيوب ان هو unstable at low flow, moderate efficiency, و sensitive to gas composition change. اكسل فلو الافشنسي بتاعته عالية, الديوتي بتاعته عالية, الكاباستي for a given size عالية, لكن low compression ratio و limited turn down و expensive plating. البوزيتيف ديسبليسمنت البرفورمانس بتاعه ما بتأثرش بأي تشينج في الجاز بروبرتيز, الافشنس بتاعته كويسة at low specific speed والفول كونسامشن بتاعه قليل. لكن المهم ان هو ليميتد كاباسيتي والهاي ويت تو كاباسيتي ريشيو والمينتنس بتاعته عالية والفايبريشن بيعمل فايبريشن في السيستم وبيحتاج فاونديشن كبير. انا كده بتهيألي السوبليكيتد كومبريسورز واللي في الصورة ده اي جاكس كومبريسور 3 ستيج دبل اكتنج, والانجن عباره عن 4 سلندرز 2 ستروك بير ريفولوشن. هنتكلم بعد كده عن الانجينيرنج برنسبلز والكمبريشن سايكل اللي علاقه بين البريشر فوليوم دياجرام. الشكل ده بيمثل البي ساكشن وبي ديتشارج, وده شكل السلندر. هنبدأ عند النقطة A كومبريشن ستروك, والبيستون هيتجه فورورد. يبدأ ضغط السلندر بيزيد النقطة ال بي. عند النقطة بي هيزيد ضغط السلندر نسبيا عن ضغط الشارف, وهتبدأ غلوف الطرد تفتح ويظبط الضغط من بي ل اللي هو ضغط الشارف. عند النقطة سي هيبدأ الانتيك ستروك, البستون هيتجه باكورد. هيبقى فيه شوية ترابد جازز داخل السلندر, ومع حركة البستون للخلف هيحصل لها اكسباند ضغط السلندر حتى النقطة جي. ولو عندها ضغط السلندر هيكون أقل نسبيا من ضغط السحب, تفتح الساكشن فالفز ويبدأ الغاز يدخل السلندر حتى النقطة A. نتكلم دلوقتي عن البلومتريك افشنسي, وإن هي الريشيو بين الأكتوال كاباسيتي للثيوريتيكال كاباسيتي, وإن الثيوريتيكال كاباسيتي نحسبها عن طريق الفول لينث أوف ذا بيستون ستروك, والأكتوال كاباسيتي تمثل بالأكتوال انتيك أوف ذا جاز. الفول لينث أوف ذا بيستون ستروك بيمثل بالـ AC على كومبريشن سايكل, والاكشوال انتيك اوف ذا جاز بيبقى مثلا بالبي سي. الديجرام اللي تحت بيوضح الفولومتريك افشنسي وازاي بتتغير بتغير الانتيك, وهنوضح بعد كده ازاي ان الاكشوال انتيك بيتغير مع تغير الكليرنس. الماشين كومبوننتس, اول حاجه نتكلم عن الفريم والسلندر والديستانس بيس اند باكن كيس, كرانك شافت, كونكتنج رود, كروس هيد, بيستون روت, بيستون والفالفز والديسشارج كولرز والفلاي ويل. الصورة دي بتوضح الأجزاء الرئيسية للسوبريكيتنج كومبريسور, بيتكون من كومبريسور فريم, كروس هيد جايد, وبعد كده ديستانس بيس والكومبريسور سلندر. هنتكلم عن كل جزء بالتفصيل. أول حاجة نتكلم عنها الفريم. ده بيبقى من هيفي كاستنج ماتيريال, بيحتوي على جميع الأجزاء الدوارة زي الكرانك شافت والكروس هيد والسلندر زي ما في الصورة. منقسم لنوعين, بالانسد اوبوز تايب وانتجرال تايب. بالانسد اوبوز تايب بنحط السلندرز في اوبسيت سايد في وضع متقابل بزاوية 180 درجة عن حوالين الانجن, بحيث يكون في بالانس بين حركة البيستونز الخاصة بكل سلندر. النوع التاني اللي هو انتجرال كومبريسور تايب, الانجن سلندرز تبقى في وضع فيرتيكال او في انجل بالنسبه للكومبريسور سلندر. الشكل اللي في الصوره ده كومبريسور من نوع دريسر راند, بيوضح النوع الاول من الفريم اللي هو بالانس بوست تايب. على الناحيه دي بيكون الفيرست ستيج توين سلندر, الناحية دي السكند والثيرد ستيج, وده الانجن. بعد كده هنتكلم عن السلندرز, وان لها تلات انواع, سنجل اكتنج ودبل اكتنج ودبل اكتنج وستيل رود. السنجل اكتنج اتكلمنا عنه في الكومبريشن سايكل, ده اللي فيه الكومبريشن بيحصل في وان ستروك بير ريفوليوشن, ويبقى البستون شبيه باللي بيستخدم في الانترنال كومبشن انجنز.
الدبل اكتنج ده الموست كومون، واللي فيه الكومبريشن بيحصل فيه كل ستروك بير ريفولوشن. الدبل اكتنج وستير رود اللي فيه البيستون بنتريت الاوت بورد اوف ذا سلندر هيد، بيستخدم في سمول هاي بريشر سلندرز عشان يعمل بالانس بين السيرفيس اريا والاكسيال فورس اكتنج اون ذا بيستون. ده بالاكتنج سلندر، وادي منظومة سلندرز بتبقى عبارة عن انلت سكرابر، سيرج درام، ساكشن فالف، سلندر، بيستون، شارج فالف، بالسيشن دامبلر. نتكلم بعد كده عن ديستانس بيس اند باكن كيس. من الديستانس بيس هي الجزء اللي بيفصل بين الكمبريسور فريم والكمبريسور سلندر، بيعمل كهوس للوايبر اللي هو الاويل سيلينج والجاز باكنج اللي هو الجاز سيلينج، كمان بروفايد اكسس للباكنج والبيستون رود مينتنانس. زي ما ودي انواع الديستانس بيس اللي هو ستاندرد انتجرال وسنجل كومبارتمنت وتو كومبارتمنت. ستاندرد انتجرال ده الديستانس بين الفريم والسلندر بتبقى نوت لونج انف، فبالتالي جزء من البيستون اثناء حركته التردديه بيدخل يحصل له لوبريكيشن، وكمان بيدخل السلندر يعمل كومبريشن الجاز، فبيخرج محمل بالجاز امبيورتيز بينقلها الكرانك كيس اويل. بيحتوي على فنت ودرين، لان لو حصل اي ليك بيبدا ايه يتعامل معاه حسب نوع الليك ده. سنجل كومبارتمنت يبقى الديستانس بين الفريم والسلندر لونج انف لتضمن ان مفيش جزء من البيستون هيدخل يحصل له لوبريكيشن وفي نفس الوقت يدخل السلندر، ودي بتبقى موست كومن. تايب سي اللي هو تو كومبارتمنت بيستخدم في توكسيك جازس وبيبقى نوت كومن. الفيديو ده بيوضح ازاي ان الديستانس بيس بيستخدم كاكسس في حالة المينتنانس للبيستون والباك. نتكلم بعد كده عن الكرانك شافت، من الجزء اللي بيركب عليه جميع الاجزاء الدواره وبين الحركه من الانجن للسلندرز. بيبقى وان بيس من الكاستنج، بيبقى فيري اكسبنسيف وبيحتاج سيفتي بريكوشنز في الشيلنج. ده شكله بيركب في الفريم اكسس على بيرنج، ده شكله الكمبريسور سلندر بتركب هنا وهنا، الباور سلندر بتركب هنا وهنا، والان دي بيركب عليها الفلاي ويل، والان دي بيركب الشيف اند اللي بيركب عليها الكولر و الووتر كولينج بامب. كنا بعد كده على الكونكتنج رود، وده بيكونكت بين الكرانك شافت وكروس هيد. كونكتنج رود وادي الكروس هيد. الكروس هيد بتحول الحركه الدائريه لحركه لينير وبتنقل الحركه للبيستون رود. ادي الكونكتنج رود وادي الايه الكروس هيد وادي البيستون رود. هنتكلم بعد كده عن البيستون رود وان هو بيدرايف البيستون، وان البيستون بيحجز الغاز امامه فبيقلل حجمه وبالتالي ضغطه بيزيد، ويصنع من مواد خفيفه زي الالومنيوم او الكاست ايرن او الستيل، وبيبقى ويز هولو سنتر زي الشكل ده. بيركب عليه رنجات، النوع الاول او الرنج الاولانيه دي بتمنع الجاز بلو باي، الثانيه اسمها الرايدر رينج وظيفتها ان هي بتسبورت الويت اوف ذا بيستون او هيلب ذا جايز ذا بيستون ان ذا بور، او وبعد كده كمان بتمنع النحر نتيجه او تاكل الجزء الداخلي للسلندر نتيجه حركه البيستون التردديه. وده فيديو بيوضح ازاي ان الحركه بتتقل من الانجن ل البيستون. ادي عمود الكرانك شافت، وادي الكونكتنج رود، وادي الكروس هيد، وادي البيستون. ده الانجن طبعا. هنتكلم بعد كده عن الفالز،
وهي ديفايس بيسمح للفلو في اتجاه معين ويمنع مروره في الاتجاه الاخر. وانواعها اكوردنج تو الشيب اوف اليمنت، البليت والشانل والبوبيت. شكل الاليمنت في البليت بيبقى على شكل بليت، الشانل على شكل شانلز، والبوبيت بتبقى على شكل مشروم شيبد اليمنت. الاليمنت دي ايا كان نوعها بتركب على سبرينج، اللي لما الغاز بيضغط عليها بتبقى في وضع التنشن والغاز بتبقى اوبن، والعكس بيحصل لما ضغط الغاز بيقل تبقى كلوزد. التشانل هو الليست اكسبنسيف والموست كومون، بس البوبيت هو الموست اكسبنسيف والذا موست افيشنت. شارج كولرز اتكلمنا في السلايدز اللي قبل كده عن ان درجة الحرارة بتزيد نتيجة الكمبريشن، وازاي ان الانتر كولينج بيعمل سيفنج للباور. في مصطلح مهم جدا في الكولينج هو الابروتش تمبتشر، وده اقل فرق بين الكولد ديسشارج تمبتشر والامبيانت تمبتشر، ويمثل اقصى درجة تبريد ممكن نحصل عليها من الكولينج، وديزاين في ماكسيمم 11 ديجري سيليزياس. ده شكل الكورة الايجاكس كومبريسور، وان ازاي بنتحكم في كمية الهواء او معدل التبريد من خلال اللوفرز دي، اللي لما بتقفل بتقل معدل الهواء بيقل كمية التبريد. ده الكولر للدريسر راند كومبريسور. نتكلم بعد كده عن الفلاي ويل، انها ميكانيكال ديفايس صممت لتخزين الطاقة، طاقة الحركة، اللي بتتناسب مع مربع سرعة الدوران كمان كتلتها، بتبقى سوليد فيها أعصاب. الريسبريكيتنج انجن بيستخدمها نتيجة إن الطاقة اللي بنحصل عليها من المحرك بتبقى غير منتظمة، علشان في شوط بنحصل فيه على الطاقة اللي هو اللي بيحصل فيه اكسبلوجن، وفي صوت في شوط اللي هو الستروك ما بنحصلش فيه على الطاقة اللي هو بيبقى فيه الانتاج، اللي بيخلط فيه الاير مع الفول مع السبارك اجنيشن. هنتكلم بعد كده على البايبنج كونسنتريشنز، وان الريسبريكيتنج كومبريسور بيبقى سنسيتيف للديرت، عشان كده في الكوميشننج وبري كوميشننج بنعمل كيميكال كليننج البايب لاين والسكرابر والسيرج درام. السكرابر بيكاتش الليكويز المتكونه من المين ستريم او نتيجه الاتكندست نتيجه الانتر كولينج. البايب لاين سايز بيقل كل ما نتيجه ناحيه الثيرد ستيج، فيرست ستيج، سكند ستيج، ثيرد ستيج، كل منظومة السايز بتاعها بيقل. كمان ان البلو داون فالفز بتعمل دي بريشرايز للخطوط اثناء الشوت داون. السكشن بريشر ثروتلينج فالفز والفلير فالفز متحكم بيهم في ضغط السكشن. الريسايكل فالف بيسمح لجزء صغير من الستشارج جاز يرجع للسكشن لرفع السكشن بريشر. طبعا ان لو بريشر السكشن بتاع البريشر قل هيعمل لودنج على الرود. كل ديسشارج لاين بيحتوي على ريليف فالف لوكيتد اب ستريم الكولر عشان تافويد هيدريت فورميشن، حاجه زياده الضغط. بنتحكم في سرعه الدوران بالسبيد كنترولر، عشان لو الكمية زادت أو يقدر يهندل كمية أكبر لو الجهاز لود زاد. ده شكل السبيد كنترولر، وده جفرنر، ده الجفرنر آرم، وده الفول هيدر، قبلها طبعا يبقى فول فلتر. شكل الريسايكل لاين دي السكشن.
نتكلم بعد كده عن اللوبريكيشن سيستم، وإننا بنعمل لوبريكيشن للأجزاء المتحركة لتقليل معدل النحر وكذلك الحرارة الناتجة من حركة الأجزاء الدوارة. وإن في البيمات الكبيرة البي إم اللي هي الصيانة الوقائية البريفنتيف مينتنانس تبقى بالرننج أورز، مثلا البيمات الكبيرة تبقى مثلا 16,000 أور، بنفتح ونقيس الخلوص الكليرانس لكل الأجزاء الدوارة دي اللي هو معدل التآكل فيها، وعلى أساسه بتكمل أو بنغيرها. اللوبريكيشن سيستم بيبقى عبارة عن بامب وفلترز وكولر والميك اب تانك. أنواع اللوبريكيشن أو اللوبريكيشن ميكانيزم بيبقى ليه نوعين، يا إما سبلاش لوبريكيشن يا إما فورسد فيد لوبريكيشن. سبلاش لوبريكيشن بيبقى فيه أويل رينج راكبة على روتيتنج شافت تنغمس في الأويل سامب أثناء دورانها وبتعمل لوبريكيشن للشافت. الفورسد فيد لوبريكيشن عبارة عن بامب تعمل سيركيوليشن للأويل سيستم. البريشر اللازم لعمل لوبريكيشن للباكنج والسلندر في الكمبريسور بيبقى عالي وبيحتاج لفلوريت قليل، وبالتالي بنستخدم سمول لانجر بامبس بيسموها لوبريكيتورز. ده شكلها. لو جينا نتكلم عن أنواع اللي هو الأويل بامبس في الكمبريسور، هنلاقي فيها أول نوع هو البريلوب اللي بيستخدم في انكريز البريشر في بداية التشغيل، والدرايفنج فورس بتاعته يا اما الكتريستي يا اما اير. الانجن مين بامب بتبقى جير وبتاخد حركتها من الكرانك شافت، والكمبريسور مين بامب بتبقى لوبريكيتورز اللي هي البلانجر بتاخد حركتها، بتبقى راكبة على كام شافت وبتاخد حركتها من الكرانك شافت برضه. في انواع زي الايجاكس كومبريسور، الكرانك شافت والبقلات والكروس هيد بيحصل لهم لوبريكيشن بالسبلاشنج. ده شكل الميك اب اويل تانك. نتكلم بعد كده عن كومبريسور سلندر كولينج سيستم، وإننا بنعمل كولينج للسلندر عشان نزود اللايف تايم لاجزاء السلندر ونقلل المينتنس، وان التبريد بيقلل الفقد في الكباستي والباور. بس لو حصل اوفر كولينج هيكندس كميه ليكويدز من المين ستريم او نتيجه بين الانتر كولينج، ففي ليميتيشن على درجه حراره التبريد، لازم تكون حراره السلندر 10 ديجري فهرنهايت اعلى من السكشن جاز. الاوفر هيتنج بيعمل فقد في الكباستي نتيجه ان الجاز هيتنج والاكسباندنج، وان لازم التبريد يكون اقل من 30 ديجري في النهاية اعلى من السكشن جيز. ده انواع الكولينج سيستم. اول حاجه اللي هو الاستاتيك سيستم، ده بيعتمد على ستاتيك كونديشن بين الاير والووتر. السينوسايفون سيستم بيعتمد على اختلاف الدنسيتي بين الهوت والكولد ووتر. الفورسد كولينج سيستم ده الموست كومون، وبيستخدم بامب في سيركوليشن الووتر في الدايره، الووتر بيدخل من هنا على السلندر ويخرج من هنا، بيبقى في هاي بوينت فينت دي وظيفتها ان احنا بنفنت الهواء الموجود في الدايره في بدايه التشغيل لما يكون الدايره ما فيهاش ووتر، او لو حصل في التشغيل وحصل درجه الحراره زادت وحصل بارشال فابورايزيشن بفنت منها الفيبرز واعمل ميك اب بعد كده للووتر. ده شكل الكولينج ووتر بامب في دريسر راند سكشن ستشارج، وفي الايجنتس سكشن ستشارج. كباسيتي كنترول ديفايسز، ان احنا بنقدر نتحكم في الكباسيتي، بنزودها من 0 ل 100%، ونتغير في الكباسيتي. ده مهم جدا في التيرن داون. التيرن داون طبعا مصطلح مشهور، في هو عباره عن الريشو بين الماكسيمم كباسيتي والمينيمم كاباسيتي اللي عندها الميكانيكال افشنسي ما بتتاثرش. ازاي بنتحكم في الكاباسيتي؟ اول حاجه الانلت فالف اند لودرز، وبعد كده الكليرانس بوكيتس والفارينج سبيد. الانلت فالف اند لودرز بتهولد الانلت فالف اوبن اثناء السكشن والتشارج ستروك، وبالتالي كل الغاز اللي بيدخل السلندر في السكشن ستروك بيخرج في نفس المكان في التشارج ستروك. انواع الانلت فالف ان لودرز، اول حاجه البلاك فالف ان لودرز بتتكون من اكسترنال بلاك اللي بتفصل السلندر عن السكشن سايد، والديبريسور فالف ان لودرز اللي بتتكون من بيستون متصل بنمبر اوف فينجرز.
لما البص لما البسم بيحصل له اكتيفيشن بيفورس السكشن فالفز انها تكون اوبن طول الوقت زي الشكل ده. كليرنس بوكيتس الويل دي اللي بتتحكم في فتحة الكليرنس. ان النورمال هيد كليرنس فوليوم ده السبيس اللي بيبقى في السلندر اللي بيبقى فيه الجاز ترابت اثناء الستروك اوف ذا بيستون. ان كل ما زيد كليرنس فوليوم هتقل الفلومتريك افشنسي وتقل الكباستي للسلندر زي ما هنشوف في الفيديو ده. زي ما وضحنا قبل كده في الكومبريشن سايكل وان ضغط المرحله لازم يقل نسبيا عن ضغط السحب عشان يحصل انتيك ولازم يزيد عن ضغط الطلب عشان يحصل ديسشارج. ده هيكون شكل السايكل. كمان الفيديو بيوضح ازاي ان السلندر او الدبل اكتنج بيحصل ان الكومبريشن بيحصل في ناحيه والاتجاه التاني بيحصل فيه انتيك. والميكانيزم بتاع السكشن فالفز والديسشارج فالفز. كمان بيوضح تأثير زيادة الكليرانس فوليوم وبناء عليه كمية التراب جاز في السلندر هتزيد وهيتغير شكل السايكل لأن التراب جاز هيحصل لها اكسباند في السلندر وهتقلل معدل نزول ضغط السلندر وبالتالي يتأخر فتح السكشن فولت وتقلل انتيك ديوريشن. الطريقة الثالثة اللي بتتحكم بيها في الكباستي وهي الفاريبل سبيد وان كل ما تزيد السرعة هيهندل كمية اكبر. كومبريسور سيستم اول حاجة نتكلم عليها البالانس تانك. من الجاز في الاويل فيلد بيبقى اسوشيتد جاي من برودكشن سيبريتور بيركب عليه بي سي في بريشر كنترول فالف بيحافظ على ضغط السيبريتور عند ضغط معين ويفتح يخرج الزياده. لذلك فان الفلو الجاز بيكون متقطع فبستخدم البالانس تانك كبلسيشن تانك دامبنر. بعد كده بيدخل غاز في السكشن هيدر ومنها على الكمبريسور انتر ستيجز وتشارج هيدر. ده شكل البالانس تانك الانلت والاوتلت كده السكشن هيدر ومن على السكشن لاين. وادي الكمبريسور بيدخل من السكشن على الفيرست ستيج سكرابر سيرج درام سلندر يخرج يحصل له كولينج يخرج بنفس السايز على السكشن بتاع السكند ستيج نفس المنظومة يخرج يحصل له انتر كولينج ويرجع تاني وبعد كده على ديستشارج لاين. ودي ديستشارج هيدر لو هنميز بين يحقن في ويل مختلف عن الآخر يعني. ده شكل الفاريبلز لكل ضغط. ادي الايجاكس كومبريسور وادي الديسر راند كومبريسور بيوضح بقى السكشن ديستشارج بريشرز حرارات كل من السكشن ديستشارج وازاي الانتر كولينج بيقلل درجة الحرارة. كمان الفايبريشن والبيرنج تمبتشر ودرجة حرارة الايه الانجين سلندر. هنتكلم بعد كده عن الستارت اب. ان اول حاجة لازم بنتشيك سكشن اند تشارج فالفز بوزيشن بتبقى مقفولين سايكل فالف مفتوح بلو داون فالف كلوزد تشيك اند ريسيت الارمز. بعد كده بنستارت البريلوب اللي بترفع ضغط الانجين كومبريسور لضغط سيت بوينت. بعد كده بنتشيك على الاير بايب لاين لاين اب اند اير بريشر. بعد كده بوش كرانك بوتن. لما بنعمل كرانك بيدخل كمية كبيرة من الهواء وضغطها من 12 ل 15 بار على المارش بيبقى جواه جير. الجير بيركب على الفلاي ويل وبيعمل على دورانها بيسيبها طاقة حركة ولما يوصل سرعتها سرعة معينة بيبدأ الانجن يدخل منظومة الانجن تدخل ويخرج منظومة الاير.
بعد كده بنفتح السكشن تشارج ونقفل الريسايكل، وبعد كده بنعمل لودينج للكمبريسور. بالنسبة للترابل شوتينج، أول حاجة الفيلر ستارت اب، ممكن يكون ما عملناش لاين اب للاير. السبارك بلاج في منظومة الانجين تحتوي على رطوبة، في الارمات ما عملنالهاش ريسيت. بالنسبة او البريلوب فالف ما رفعش ضغط الاويل للسيت بوينت. تاني حاجة ان لو طار بريشر او تمبتشر للستيج او سلندر كان عالي، مثلا المرحلة التانية، فده معناه ان في باك بريشر عليها من البلوف بتاعتها او السحب بتاع المرحله اللي بعديها اللي هو الثيرد ستيج. هاي كولينج ووتر تمبتشر، معنى كده ان الكولينج ووتر بامب فيها مشكله فيلير، التشيم بتاعها فيه مشكله، في فيبرز في السيستم محتاجين نفنيت ونعمل ميك اب. والميك اب تانك ليفل ديكريزد رابيدلي، هنعمل فيجوال انسبكشن او فيجوال سيرفي لو في ليك في دايره اللوبريكيشن. بعد كده هنشيك على الوايبرز اللي هو من ديستانس بيس. هيدريت فورميشن دي نتيجه او الاوفر كولينج، فبنقلل فتحه اللوفرز او بنفتح الهوت باي باس اللي احنا بنعمل باسنج للكولر من الديستشارج لاين او ايا كان النقطه اللي بيحصل عندها هيدريت. كاباستي ديكريزد، فهنتشيك اول حاجه على السكشن بريشر، بعد كده السبيد، بعد كده ريليف فالف بوزيشن، كمان هنتشيك على اوتوماتيك درين لو بارشل اوبن فالغاز بيهرب للدرين او للفلير في حاله الريليف فالف. هاي سكرابر ليكويد ليفل، هنتشيك على الاوتوماتيك درين لو مثلا الهواء اللي داخل النيوماتيك اير ضغط قليل او ان الاوتوماتيك دين ستاك اوبن في مثلا سوليدز او في اي حاجه بتمنع حركته. المراجع اللي اشتغلت منه هو السيرفس برودكشن اوبريشن لو حد عايز يركز على نقطه معينه. شكرا.